معي على الهاتف الأستاذ عادل المزروع أبو ساري الأمين العام لهيئة الفروسية. أبو ساري مساك الله بالخير ويعطيكم العافية والف مبروك، نبارك لكم كل هذه النجاحات. يا أهل وسهلا أخوي تركي، مساء الخير ومساء الخير للحاضرين معك وللجمهور جميعا. يا أهل وسهلا ونبارك للجميع هذا الحقيقة الكرنفالية العالية اللي حصلت اليوم في ميدان الملك عبد العزيز بانتهاء كأس السعودية الثاني. أبو ساري خليني أروح معك الأمرين. أول شيء أهمية الكأس الأغلى على مستوى العالم كأس السعودية، الأمر الثاني أكيد وهو مهم أولا حضور ورعاية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهذا يأتي امتداد لدعم الله يحفظه في جميع المجالات ومنها اليوم رياضة الفروسية. صحيح، لا شك اليوم أخوك انهينا المهرجان إن صح التعبير والكأس العالمية كأس السعودية في نسخته الثانية، كأس عالمي بكل المعايير، بالخيل التي شاركت وبالمدربين وبالحضور والتغطية الإعلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. كانت التغطية ممتدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا وإلى شرق آسيا، يتحدث الجميع عن كأس السعودية. هذا الكأس الغالي على قلوبنا حقيقة، أثبتت المملكة العربية السعودية أن لها اليد الطولة بأنها تستطيع أن تقيم مثل هذه البطولات العالمية وأن يكون لها حضور مشرف، وهي دائما كذلك على المستوى الرياضي فضل من الله سبحانه وتعالى. أنا أزيد حقيقة أن هذا الاحتفالية زادها جمالا هو حضور سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان. أنا أقول حضور مشرف وحضور حقيقة أعطى الكأس مزيدا من التوهج وتوج الكأس حقيقة بمزيدا من الأهمية، وهو الله يحفظه داعم أول لنا في نادي سباقات الخير وهيئة الفروسية، كذلك سيدي خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لنادي سباقات الخير. قادتنا ما قصروا علينا بكل شيء، أعطونا الدعم وأعطونا حقيقة الاهتمام وجميع التسهيلات التي ساهمت في بناء هذا الكرنفال الكبير وهذا الاحتفالية الكبيرة التي انهت اليوم على خير ولله الحمد، وتم تتويج المالك السعودي صاحب السمو الملك الأمير عبد الرحمن عبد الله الفيصل اليوم بهذا الكأس الغالي والجواد مشرف، وهذا حقيقة فخر لنا كسعوديين بأن يكون الكأس السعودية والفاز هو سعودي. دون طبعا الآن حنا نتكلم عن الفرصة للجميع، لكن أخذ حقيقة باقتدار من أمام أفضل الخيل الموجودة في العالم، وهذا لا شك محل اعتزاز لنا كسعوديين ومهتمين برياضة الفروسية. أبو ساري خليني نسألك، بما أنك تطرقت لموضوع الخيل، نوعية الخيل المشاركة في كأس السعودية عالمية جميعها؟ لا شك أن الشوط الثامن كأس السعودية الخيل التي شاركت هي تعتبر من أفضل الجياد الموجودة في العالم، وشاركت حقيقة يعني عندنا تقريبا راسين من أمريكا ومن أوروبا ومن من من اليابان، حقيقة خيل تعتبر من الأعلى ريت موجودة والتصنيف العالمي في العالم حقيقة. هذا دلال على أن فعلا أن الكأس السعودية في نسخته الثانية حظي بتغطية واهتمام عالمي ومن ملاك الخيل ومدربين، وأصبحت المملكة العربية السعودية وكأس السعودية وجهة لهم، وأصبح على خارطة الطريق أو خارطة العالم لسباقات الفلات ريس حول العالم. عظيم عظيم جدا. الحكي أكيد كثير في الموضوع أبو ساري ويستحق بلا شك مرة ثانية تسليط الضوء عليه، بس بترك لك المجال. أنا حكيت معك قبل الهوى وعرفت الجهد الكبير اللي أنتم قدمتوه الفترة الماضية، ولا ودي والله أني أطول عليك، لكن لابد نحن نفتح هذا الموضوع مهم جدا جدا، موضوع اهتمام اليوم القيادة الله يحفظها بالفروسية. بترك لك المجال في دقيقة إيش حاب تقول. والله حقيقة أنا أرجع وأقول الشكر أولا قبل كل شيء لسيدي خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه ويطيل في عمره، ولسمو سيدي ولي العهد الداعمان الأولان والرئيسان للحصول والوصول إلى ما وصلنا إليه حقيقة اليوم في كأس السعودية. هذا المحفل وهذا الإنجاز اللي حصل اليوم في ميدان المؤسس ميدان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بكل أمانة يسجل للسعوديين ويسجل للسعودية والحكومة السعودية، كذلك يسجل حقيقة أعز وأفضل الشكر لصاحب السمو الملك الأمير
بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس الإدارة اللي حقيقة وقف على كل صغيرة كل كبيرة للوصول إلى هذا الشيء، أخذ من وقته وأخذ من جهده وكان يتابع كل صغيرة كل كبيرة. أشكر الزملاء في نادي سباقات الخيل على جهودهم المتواصلة وعملهم الدؤوب، جميع حقيقة كان متحمس لهذا الكأس، وفضل من الله سبحانه وتعالى انتهى على خير ولله الحمد، وبخير ولله الحمد. الله يعطيكم العافية، نبارك لكم مرة ثانية النجاحات شكرا. المتتالية. هذه كانت النسخة الثانية من كأس السعودية اللي هو الأغلى في العالم، وإن شاء الله سنوات عديدة كلها امتداد لكل نجاحاتكم. الأستاذ عادل المزروع الأمين العام لهيئة الفروسية، شكرا جزيلا لك.